لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستأنف دروس فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وقد توقفنا عند مشروعية الإجارة. قال: الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني جعل الله بعضهم يسخر البعض الآخر في منفعته، وهذا يشمل الإجارة، لأنه يستعمله في مقابل الأجرة لمصلحته. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يؤجر مرضعا لولده، يستأجر مرضعا امرأة ترضع ولده ويسلم لها الأجرة بالمعروف. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هذا نص أصرح من ما قبله في أن الأنبياء استعملوا الإجارة، والقرآن ذكرها في صيغة الإقرار، وجاءت شريعتنا بذلك، فهو يدل دلالة صريحة على جواز عقد الإجارة. وجاء في السنة ما يأتي. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل، حي يعني قبيلة من عبد قيس، يقال له عبد الله بن الأريقط، وكان هاديا خريتا أي ماهرا، وكان يعني لم يكن مسلما ولكنه كان مأمونا. استأجره يدله على الطرق بين مكة والمدينة في الهجرة، لأنه كان يريد أن يسلك طرقا غير مألوفة للمشركين، لأنهم كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وروى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجة. هذا دليل على عدم جواز تأخير أجرة الأجير إذا أدى عمله. فإذا كانت الإجارة على عمل، فبمجرد انتهائه من العمل لابد أن يعطى أجرته، وإذا كان على مدة كمياومة يومية يعني، أو مشاهرة أجرة شهرية أو أجرة سنوية حسب الاتفاق، فلا بد بمجرد مرور المدة وأداء الأجير عمله لا بد وأن يعطيه أجرته. فالشركات التي تؤخر الأجرة عن العاملين بها رغم أنهم يؤدون عملهم على الوجه المطلوب منهم، فهذا من الظلم والعدوان وتأخير الحقوق، لأن الحديث يقول قبل أن يجف عرقه، يعني دقائق من انتهاء الإيه؟ من انتهاء العمل أو انتهاء المدة. فسبحان الله، هناك شركات
وأصحاب أعمال يؤخرون بالشهور الطويلة ويأكلون الأجرة في النهاية، وبعضهم من الأغنياء وفي الدول الغنية، وأصبح هذا أمرا معهودا تأخير الأجرة، ويضع المال في البنك ويقول له لما تبتدي الأرباح. ونعوذ بالله من هذا الضلال. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمرنا أن نكريها بذهب أو ورق. حديث حسن. أجرة الأرض إذا استأجرها على زرع مساحة معينة قد تنتج وقد لا تنتج، قد يكون الزرع قليلا قد يكون الناتج كثيرا، وهذه القطعة التي تكون حول الساقية من الزرع هذه أجرة مجهولة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنها أجرة وليست مزارعة، ليست نسبة من الزرع وقد سبقت، فلا بد أن تكون بأجر محدد من الذهب والفضة أو النقود المعاصرة طبعا مثلها. حديث حسن. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وليس قال، اكتبه غلط، احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. فأجر الحجام خبيث أو كسب الحجام خبيث مثل خبث الثوم والبصل، يعني خبث تعاطي النجاسة ونحو ذلك من الدم، وليس يعني خبث مثلا كسح الفضلات. هذا الرجل الذي يفعل ذلك يستحق الأجرة ويعمل عملا نافعا للناس، ولكن خبيث من جهة أنه يتعاطى ما له رائحة كريهة. فالثوم والبصل خبيثان وليس محرمان، خبثا مكروها وليس محرما. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا يحجمه وأعطاه أجره. وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة، ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من أهل العلم. يعني إذا أهل العلم أجمعوا، يجي واحد زي القذافي يقول شركاء لا أجراء، لا إجارة، الإجارة عبودية، ويقعد بقى إيه الكتاب الأخضر ده مليان التخاريف التي انتهت والحمد لله. لكن هناك أناس في الفكر الشيوعي أو أن تأثر بذلك الاشتراكية، ويعني في أطوارها النهائية، يرون أن أحدا لا يستحق أجره لكن يأخذ المنافع اللي هو عايزها ويؤدي البتاع من غير ما يكون فيه إجارة. تتصور غبي جاهل لا يمكن تطبيقه في الحياة. حياة الناس مبنية على أن كل أحد يحسن شيئا يستطيع القيام به وغيره يحتاجه وهو لا يحسنه، وهو يحتاج إلى نفقات ينفقها، فلذلك يستعمل الأجرة، استعمل عقد الإجارة. فعقد الإجارة جائز بالإجماع إلا ما نهي عنه، ولذلك إذا حرمه شخص كان كافرا، لأنه يحرم ما أحله الله عز وجل وفعله الأنبياء. فإذا يعني وصل به فكره إلى أن يحقر شيئا فعله الأنبياء وجاءت به الشريعة وأجمع عليه العلماء بعد نصوص الكتاب والسنة، لم يكن مسلما. حكمة مشروعيتها: قد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنة، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل والسفر وغير ذلك، ويحتاجون إلى الأرض للزراعة وإلى الآلات لاستعمالها
في حوائجهم المعاشية. على فكرة فقه الإجارة ده يكاد يكون فرض عين، لأن ما فيش حد في حياته ما بيشتغلش بالإيه؟ بالإجارة. يعني الموظف في شركة ما هو بيشتغل بإيه؟ بأجرة. طب اللي فاتح مكتب محاماة ما هو هيعمل عمل قصاد إيه؟ قصاد أجر. ولا الطبيب اللي في عيادته يؤدي منفعة، منفعة الكشف ووصف الدواء قصاد إيه؟ أجرة. اللي في الحكومة بيعملوا عمل معين في وقت معين قصاد إيه؟ أجرة. الناس في السكن، الناس في الركوب اللي بيركبوا الطائرات والسيارات والمراكب والأوتوبيسات والميكروباص والتاكسي والعربية الكريم والأوبر، كل دول بيعملوا إيه؟ كل ده بالأجرة. واللي بيعمل دلوقتي بقى في إجارة موتوسيكل وإجارة توصيل طلبات ها؟ اللي يجيب صنايعي عند كهربائي سمكري سباك بيعمل له البلاط، يعني يبني له الحاجه الواقعه، اللي بيشتغل في البنى لا يمكن تصور بدون ايه؟ عقد ايجار. ده الحياه لا تصلح. فلذلك تعلم فقهها وايه ما يحل وما لا يحل يكاد يكون فرض عين، إما مؤجر وإما مستأجر فعلا. ركنها الإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول، بلفظ الإجارة والكراء. كراء ده اسم القديم، يكتري رجلا يكري، حتى في الريف لغاية دلوقتي مستعمل، يكري له واحد يعمل كذا. وما اشتق منهما وبكل لفظ يدل عليها ومن غير ألفاظ. يعني انت حضرتك بتشاور للراجل كده يبقى ده رايح فين؟ رايح الساعة. تعمل له كده يبقى رايح محطة مصر مثلا، وبتركب بتشاور له بيقف تروح جاي راكب، والأجرة ايه؟ متعرف عليها معروفة. فهذا عقد إجارة بالايه؟ بالإشارة، وعقد إجارة بالمعاطاة من غير ما يتكلموا خالص. تطلع الترماي تروح جاي عاطي الراجل الفلوس ويديك التذكره وتركب المواصلات من غير ما تتكلم ولا كلمه. وهكذا في كثير من الايه؟ من الاعمال. يبقى حتى اللفظ ليس شرطا، وخصوصا في الامور اليسيره التي تقبل فيها المعاطاه. شروط العاقدين: يشترط في كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا. يعني معنى ذلك ان الصبي ينفع يبقى أجير، بس بشرط ان يكون ايه؟ بلغ 7 سنين، مميز، يستطيع يعرف ايه ده وايه ده وايه المطلوب ونحو ذلك. بدون ذلك لا يصلح. لو كان احدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح. ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ، فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا، والصحيح صحته إذا كان بإذن الولي. لكن الولد لو خد حاجة من وراء والده وباع أو اشترى أو أجر يبقى تبطل الإيجار، لأنه لابد من إذن الولي في المميز. شروط صحة الإجارة: اشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية: رضا العاقدين، فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لازم يكون فاهمين الإكراه. الإكراه معناه التهديد أو فعل ما يضر النفس أو أعضاءها أو العرض أو المال. بس كل حاجة لها حدودها. فلو أن إنسانا
دخل دار آخر بالقوة والآخر عاجز عن أن يخرجه، فهذا ليس تراضيا. يقول له أنا أجرت منك الشقة دي، هذا ليس تراضيا، سيضمن قيمة المنفعة بأعلى ما يمكن، بخلاف التراضي ممكن يكون أقل من ذلك. أو لو واحد راح جاي واخد دابة آخر وإيه وركبها، يجي بعد كده تدي له أجرة، ده إيجارة غير صحيحة، هيضمن المنفعة كما ذكرنا بأعلى ما يمكن. لابد أن يكون هناك تراض بين الطرفين في بيع هذه المنفعة. طب نقول واحد بيقول للتاني أنا عايز أجر منك المكان ده بألف، يقول له لا ده بألف وخمسمية، قال له لا أنا مش عايز، يقول له بس أنا هو تساوي كده، قال له لا أنا أقدر أدفع ألف، قال له خلاص وأنا مش راضي، ادفع ألف وأنا مش راضي، يبقى راضي، لأن هو إيه ما أجبروش، ما أكرهوش، ما استعملش معاه مسدس ولا سكينة ولا تهديد بتعذيب ولا قتل ونحو ذلك ممن يفعل. لا، الإكراه المعنوي معتبر. يعني إيه إكراه معنوي؟ يعني بيقول له اعمل وإلا هعمل فيك. لا، الإحراج ده مش إكراه. في كلمة الإكراه المعنى، في معنى الإكراه ما يكون فعل في المستقبل هيفعله بإرادته خوفا مما لو لم يفعله أن يعذبه، يضربه، يحبسه ونحو ذلك، وليس إن هو يقول له أنا مش راضي بدي، أنت تقوله مش راضي خلاص ما تبيعش، ما تأجرش. وما أخذ بسيف الحياة في المرة. لا، ما تألفوش، معلش. عشان كده يكون الشروط الأربعة في الإكراه. أيوة بالظبط، شروط الإكراه محفوظة. شروط الإكراه المعتبر معروفة، أن يكون فوريا، أن يكون قادرا على أن يوقع به ما يهدد، أن يكون المكره عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، أن لا يكون هناك رضا في القلب، يكون قلبه غير مطمئن، يعني يكون قلبه مطمئن ب يعني بما يريد وليس مريدا لهذا الشيء المكره عليه. الشروط دي مش موجودة بقى، ما فيش إكراه. الإحراج مش إكراه، أصل هما ضغطوا عليا، أصل هما جابوا لي أبويا وأمي وقالوا لي كده فما قدرتش، خلاص أنت عملت. ده ليس إكراها، الإكراه أمر حسي معنوي، اللي هو يبقى بيهدده دلوقتي وما عملش لسه، بس غلب على ظني إن هو هيعمل، عشان هو يقسم الإكراه إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. البعض يسمي الإكراه غير ملجئ إكراه معنوي، لكن انتبهوا في المسألة دي، عشان ناس كتيرة جدا بتستعمل الموضوع ده في غير موضعه. يطلق مراته ويقول قالت لي هفضحك واروح اقول لمراتك الاولانيه، هروح اقول لامك وابوك ان انت متجوزني، وده ايه الاكراه في كده؟ ما انت لو انت راجل ما تهمكش انت اي حاجه، لكن انت تقول ان دي هتبقى مصيبه لدرجه ان انا لو طلقتها ما تتحسبش، لا هتتحسب عليك. ها؟ هتقول لمراته، ما تقول لمراته هتعمل له ايه يعني؟ يقول لك هتخرب البيت، لا، الطلاق ليس خرابا دائما. يعني طبعا ده قد يكون فيه فساد، ولكن هذا ليس اكراها معتبرا. معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة، والمعرفة التي تمنع المنازعة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها،
هيروح يشوف الشقة اتفرج عليها او بوصفها، ان انضبطت بالوصف يقول له في الدور الفلاني على الشارع الفلاني فيها ثلاث اوض متشطبة بالتشطيب الفلاني ده اذا ما شافهاش، اذا اراد ان، وكذلك في السيارة او كرسي قطار هيقول له دي درجة اولى دي درجة تانية دي درجة تالتة، والامر ده معروف عند الايه عند الناس ان ده كرسي خشب ان ده كرسي جلد ان دي المسافة بتتاخد في كذا مثلا يعني. قال وبيان مدة الإجارة، دي من ضمن المنفعة ان في منافع بتضبط بايه بالمدة، ممكن منفعة شخص تضبط بمدة زائد عمل، انا هستأجر الراجل الصنايعي ده البنا 10 ايام يبني لي الجدار، استأجر الراجل اللي هيركب لي السيراميك اسبوع اليومية بكذا، والمطلوب انك تركب لي السيراميك ده. مدة الإجارة اذا كانت عين، انا هأجر العربية دي يوم يومين ثلاثة، هأجر الشقة دي شهر سنة سنتين ونحو ذلك. بيان مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وبيان العمل المطلوب اللي هيتعمل والمنفعة اللي هتستغل. الثالث أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا. فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك. إحنا مشتركين في عربية بتاعتنا إحنا الاثنين، أنا هأجر النص بتاعك أنا شريكك، يبقى أنا هعرف أستوفي ليه المنفعة. طب لو واحد أجر له نص العربية ما يعرفش يستوفي، الحقيقة أنه يعرف يستوفي لأنه طالما ثابت الملك وجاء قال له أنا هستوفي، يقول له هتستوفي إزاي؟ هيقول له بالمهيئة، أنت هتاخد العربية دي يوم وأنا هاخد العربية إيه؟ يوم، نص يوم أو نص يوم، وكلنا ننتفع بذلك طالما أنه يمكن توفية المنفعة مقدور على توفيتها حقيقة وشرعا. فبيقول من العلماء من اشترط ذا هذا فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك، وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء. هذا مذهب أبي حنيفة وزفر. وقال جمهور الفقهاء يجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره، لأن للمشاع منفعة، والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايئة بالتهيؤ. المهايئة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي تقسيم المنفعة، مدة انت تستعملها ومدة انا ايه استعملها. كما يجوز ذلك في البيع، انا بشتري نص البيت وهيبقى ليا نصه، هنتفع بيه ازاي؟ هاخد يا اما هقسمه، اخد شقة وانت شقة، دور وانت دور او اكثر او اقل، او ان انا هسكن البيت ده سنة وانت تسكن السنة اللي بعديه، او بالمدة بقى حسب النسبة. طب يبقى فيها اولوية للشريك لا يعملوا قرعة او تشاحوا؟ لا يعني انا ليا النص، انت ليك اولوية ان انت تأجر عن غيرك، لان في الشفعة كل انواع المشاعر ينفع تتعامل من غير شريك؟ ينفع، بس هو له حق الشفعة. يعني هو له حق اولا ان انت انه يأجرها بنفس الثمن. يعني انت تقبل التقسيم مثلا، المنفعة تقبل التقسيم؟ مفيش. لو أرض ولا محل أو أرض، المحل ده أنت تاخده سنة واخده سنة، شهر وشهر. مش هيبقى فيه واحد يتأجره لمدة 5 سنوات مشروع 5 سنين؟ لا، ما ينفعش. يا إما ناخد أنا هاخد نص الأجرة بتاعت اللي أنت هتأجرها، يبقى خلاص ماشي. ما أنا بقول لحضرتك يعني هناك مفيش حاجة اسمها غير قابلة. لا، مشترك واحد. والإجارة أحد نوعي البيع، فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة.
ايه بقى اللي ممكن انه يكون غير مقدور على تسليمه؟ الحاجة التايهة الضايعة منه المغصوبة، يقول له تأجرها لي وانا هروح اتصرف، هو غير قادر على انه يسلمها له. معنى كده هي مغصوبة مش في ايده، مش هيقدر يديها له، ويمكن الراجل التاني يغلبه، يبقى الإيجارة هنا وقعت ايه؟ باطلة. لو هو راح ونجح فيها يبقى واستلمها، يبقى ساعتها هنصححها من ساعة ما يستلمها. لكن الشيء الضائع اللي هو يأجره بثمن بخس على أمل إنه يلاقيه وياخد منه الإيجارة المبخوسة، يقول له أنا هأجر منك العربية المسروقة منك سنة ب200 جنيه مثلا يعني، وهو يروح بقى مع البلطجية والحرامية لغاية ما يجيب الايه؟ العربية. بس هو طبعا بخسه الثمن. لو ما كانش باعته. ها؟ لو ما كانش باعته. ما هي صحيح. حتى لو بموافقة المستأجر. لا، لأن هو هنا بخسه الثمن وهو ما رضيش إلا إنه غير قادر على التسليم. فالإيجارة ما تقعش. القدرة الأربعة، القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة. فلا يصح تأجير دابة شاردة، هي المسألة، ولا مغصوب، ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه لعدم القدرة على التسليم، ولا أرض للزرع لا تنبت. لسه واحد سألني النهاردة خب عنه إن الأرض ميتها مالحة، الراجل يزرع ويحط وبعد كده مفيش ولا زرع إيه يطلع، يقول له هات الأجرة بتاعت الأرض، قال له ارض زرع ما طلعش، الماء ارض مملحه. واحد تاني يقول له هات الاجره بتاعت الارض، ده راجل غشاش. ده في الحقيقه مش بس ان هو ما يستحقش الاجره، ده هي ايه؟ ده المفروض يدفع لهم التكاليف اللي هم ايه؟ اللي تكلفوها نتيجه ان انت كتمت العيب الذي يمنع المنفعه. ارض لا تنبت، يبقى ما ينفعش تاجرها للزرع. أو دابة للحمل وهي زمنة، تأجر عربية هي أصلا ما بتدورش، البطارية بتاعتها نايمة والعجل والموتور بايظ، والدابة بتقع كل لما حد يحط عليها حاجة بقى حمار أو بقرة أو نحو ذلك، وهي زمنة خلاص عجزت وعاجزة مش قادرة تأجرها له أنت على الوضع ده، يبقى لا يمكن إن المنفعة لا يمكن استيفائها. الخامس أن تكون منفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. فلا تصح الإجارة على المعاصي، لأن المعاصي يجب اجتنابها، يبقى مهر البغي حرام، وكسب وحلوان الكاهن حرام. حلوان الكاهن ده يروح للمنجم ويقول له إيه؟ شوف لي بختي وحظي وايه سكتي فيها ايه، واللي بيروحهم لل بتوع الفلكيين، ما اعرفش مين العالمه الفلكيه عبد اللطيف ما اعرفش ايه، والتاني اسمه ايه التاني، كل شويه يجيبوه لنا ويجيبوا المصيبه اللي هتحصل في مصر في نص رمضان ولا في حاجه حصلت، والناس نسيت وتجيبها تاني بقى، ويستضيفوها ويدوها اجره في البرامج اللي بيجيبوها ويضحكوا على الناس وياخدوا الفلوس منهم. كسب يعني حلوان الكاهن محرم. الأجرة على الرقص، الأجرة على الغناء، الأجرة على القتل، الأجرة على السرقة، كل هذه إيجارة إيه؟ باطلة مع تحريمها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما، أو رجلا ليحمل له الخمر، أقول لكم زيها عربية تستأجر لنقل السجائر، واحد بيستأجر واحد لنقل المخدرات وإحضار المخدرات، يقول لواحد روح جيب لي علبة سجائر، والطلبات بتاع الطلبات يجيبها له، هذا محرم، يجيب له أزاز بيرة وسط الطلب بتاعه، هذه أجرة محرمة وباطلة. أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر،
أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة. اسمعوا هم يقولوا الكلام ده الفقهاء القدامى مش سيد سابق لوحده. ما ينفعش يأجرها ليجعلها كنيسة لأن هذا يشرك فيها بالله، ولا يبيع أرض عشان يبني عليها كنيسة ولا معبد يهودي نعوذ بالله، فإنها تكون إجارة فاسدة. كذلك لا يحل حلوان الكاهن والعراف وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته، إذا أنه عوض عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم. يعني إيه؟ أنا هأجر واحد تصلي لنا. طبعا ده بيحصل كتير قوي دلوقتي في التراويح وقراءة القرآن في الشوادر. طبعا دي لأنها مش للتعليم، ده لمجرد الطاعة. والصح ان هو لا تصح الإجارة على صلاة ولا صيام لا فرضا ولا نفلا. يعني واحد عليه كفارة يصوم شهرين، يقول له تاخد انت 1000 جنيه وتصوم بدالي شهرين؟ ما تنفعش، لا تصلح. والحج الصحيح انه يأخذ نفقة لا أجرة. يعني واحد هيحج عن واحد ما ياخدش بالأجرة، ياخد نفقته ونفقة أسرته في الفترة اللي هو هيحج فيها، مش الناس اللي بتشتغل. ده على الصحيح، لكن دي فيها خلاف عند الشافعية. أئمة الأوقاف مش أجرة، الواجب أنه يأخذ ما يكفيه من بيت المال لمنفعة المسلمين، زي القاضي ما هو راتب يكون ما يكون نفقته، ما يعتبرهاش أجرة. مش الصلاة اللي ما جاهاش مثلا هيتخصم. هو موصف مش ما ينفعش. هو موصف مش المسجد، هو موصف وانتدب بعد كده للمساجد. لا هو بينتدب عشان يكون إمام، ما يعتبرش إنه بيصلي الفريضة بتاعته هو، والجمعة دي فرض عليه هو، بس ياخد نفقة من بيت المال. ممكن تقدر بقدر ثابت، بس يبقى عارف انها نفقة لمصلحة المسلمين. ولذلك لو طلب منه ان يضل الناس قالوا له خد خطبة في جواز، او قول فتوى بجواز الربا والا هنشيلك، ولا قول فتوى بجواز دعاء الاموات والتبرك بقبورهم والا هنشيلك من وظيفتك، يبقى لا يجوز له ان يأخذ، لانه بيأخذ المنفعة، بيأخذ النفقة على منفعة المسلمين. ما ينفعش انه يدرس مذاهب باطلة، ما ينفعش انه يدرس بدع وضلالات، لانه بيأخذ اجر على منفعة المسلمين من بيت المال، ومش من الناس اللي هم هيصلي بيهم. اللي بيحصل في بلاد الغرب والشرق وبلادنا ان يجيبوا واحد صوته حلو عشان يقرأ لهم، عشان يصلوا التراويح ويدعو لهم والدعاء بكذا والتراويح بكذا، هذا من الإجارة الباطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الإجارة أثناء صلاة الجمعة من ساعة الأذان بيع محرم، إجارة محرمة. واحد نزل والأذان أذن، ما ينفعش يأجر تاكسي إلا لو كافر أو واحدة، وما ينفعش يأجر مع واحدة طبعا، لكن هو ينزل يأجر مشروع والأذان أذن لا يجوز. من وقت الأذان، أول ما الأذان يحضر ونودي بالصلاة فلا يجوز أن يستمر في العمل. حتى لو كان على سفر؟ لو كان على سفر يبقى الجمعة مش واجبة عليه، لكن بنتكلم على من وجبت عليه الجمعة في مصر. وما ينفعش يبيع حاجة ولا يأجر حاجة. والراجل اللي بيشتغل في محل ساعة الأذان ما يأذن لازم يقفل ويمشي، صاحب العمل يقول له لازم تكمل اشتغل الشغلانة دي، نظف البتاعة دي، يبقى روح على الجمعة، واللي يقول له لا ما تروحش الجمعة خالص، دي إجارة باطلة ومحرمة. ابوه اللي يضمنه، هو ينزل المستأجر، بس هو
طالما عرف ان الولا واخد الحاجه من ورا ابوه ما ينفعش. لا ما يعرفش خلاص. الولد جاي اقدر حاجه لوحده. يلزمه انه يسال عنه انت جايب الفلوس منين؟ لا يستحسن لو هو شاكك فيه يسال يقول له ابوك موافق ولا لا. عشان الاخر بس مسجد يروي بيها طلب الفلوس دي ان هو نظافه المسجد فتح المسجد وغلطه. ماشي. نظافه المسجد يجوز ياخد عليها اجره. فتح المسجد يجوز ياخد عليه اجره. العباده الواجبه ما ياخدش عليها اجره. بابا الاخ بيظبط نيته لكن العاطي ما بيفهمش كلامه. خلاص ماشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.